خاصة يعني مدونة الأسرة. اللي بغيت أنا اللي بغيت نقول باش نربط هذا السياق هذا بتقديم هذا التقرير بهذا الشكل اللي حنا كنقدموه الآن، قائم على أساس العنف الممارس للنساء هو انتهاك صارخ للحقوق الإنسانية للنساء، ويعني على المستوى الدولي، وأدت جائحة كوفيد 19 والنزاعات اللي العنف كما كنعرفوه على المستوى الدولي، يعني كاين اعتراف وإجماع بأنه عنده تكاليف باهظة على الاقتصادات ديال الدول فيما يتعلق بالرعاية، وهذا يعني هذه السلبيات هذه كتمنع الاقتصادات من استغلال كاع الطاقات كامل الطاقات الممكنة للنساء والفتيات. ثانيا النساء في مختلف مناطق المغرب كذلك، والآن الفيدرالية الرابطة النساء لها جانب شركة النساء المتضامنات من أجل تقديم التصور ديالنا للمراجعة المراجعة في المجتمع.